المتدرب لما يسألك سؤال لابد إحنا كمدربين لازم نعرف why the trainee ask question. هذه لابد إننا نعرفها. هذه طبعا نأخذها نحن في الكلاس تيتشنج، لكن لا يمنع إنه برضو لأنها مهمة كمان في الكلينيكال تيتشنج. لما يجي متدرب يقول لك why we add this medication or why not to add that medication ولا ليش we ask this question، ليش المتدرب سأل؟ دائما الميديكال ادوكيشن او المدرب لابد يعرف الباثوفيسيولوجي اوف ليرنينج. الباثوفيسيولوجي اوف ليرنينج اللي هي طريقة تفكير المتدرب، طريقة يعني تدخل في داخل المتدرب وليس بس في لسانه. عشان تتعاملون مع الموقف لازم تعرف انه السؤال لما يلقى واحدة من احتمالات. الاحتمال الاول ان المتدرب فعلا ما يعرف ويبغى المعلومة. الاحتمال الثاني ان المتدرب عنده معلومة ويبغى يبرزها ويبغى الناس يسمعون له. وفي احتمال ثالث انه يبغى بس يحرجك لانه عنده حاجة يبغى يخليك انت يبين لك انه يعني كأنه يتحدى. فهمتوا؟ هذه الثلاثة الأسئلة أنا ما أعرف لما الواحد يجاوب، لما يسأل هو من أي. فعشان أنا كمدرب أطلع من هذه بي 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 بطريقة جميلة وحلوة، دكتور why we add this aspirin okay what do you think what do you think. لما تقول له what do you think انت اعطيته فرصة اولا. اذا كان انه ما يعرف حيقول لك والله I don't know. اذا كان انه يبغى عنده معلومة ويبغى يبرز عضلاته فيها فممتاز، انت اعطيته الان الشانس، خليته الكورة في ملعبه وخليته يتكلم ويقول والله I think this one and that. يا سلام good. اذا كانها صحيحة، اذا كان انك I hope doctor to see the reference because it seemed to be interesting point and this thing maybe I'm not خاصة إذا كانوا you are and him alone in the clinic. لو في متدربين آخرين okay what do you think about what be said like this one. الشخص الثالث لما اللي هو يريد بس الإحراج أنت قال لك والله I don't know okay anybody can look to it. إذا المعلومة واضحة عندك و easy to be answered and summarize you can answer. إذا كان المعلومة مش موجودة أو أنها أنت تبغينه تتعلم تخلينه يتعلم في أكثر، تقول أوكي you can look to your mobile device you can look to it and tell us. مش أنه go home and read، نمسح حكاية go home and read.